الحلقة النهاردة مختلفة تماماً لأنه الشخصية اللي احنا بصددها النهاردة مختلفة تماماً جداً خالص. حلقة النهاردة بالبطل بتاعها طول عمري وأنا حتى بدرس في ابتدائي وأنا أحلم أن أتكلم عن هذه الشخصية. شخصية التاريخ ظلمها بشكل كبير واتكتب لنا في كتب التاريخ واحنا صغيرين انه الراجل ده كان ظالم او كان بتاع مصلحته، وكبرنا وقرينا ولما بنمشي في طرق وبنروح اماكن بطول مصر وعرضها من اسكندريه للصعيد ومن السلوم لسينا بنلاقي فيه حاجات لغايه دلوقتي شاهده على عظمه هذا الرجل. لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي فيه أماكن مش مكان واحد، أماكن كتيرة جدا بترفع اسم هذا الرجل مش بالكلام وإنما بالفعل. الشخصية اللي أنا بصددها النهاردة مبسوط جدا إن بتكلم عليها وسعيد جدا إن أنا هتكلم عليها، وأعتقد إنه كل أبناء الشعب المصري هيسعدوا بسماع هذا الكلام عن هذه الشخصية. الشخصية النهاردة اللي أنا سعيد جدا وقاعد مبسوط وأشعر بالفخر والاعتزاز والكرامة وكمان بالأمل والتفاؤل إن إحنا نقدر، إحنا بجد نقدر والله نقدر. ليه؟ لما راجع الشخصية دي وأشوف عمل إيه إمتى بمين وظروفه كانت إيه. مصر كانت بتضيع، لا كانت ضيعة، فجأة ظهر هذا الرجل وحول مصر اللي ضاعت إلى مصر اللي طاحت وبنى إمبراطورية ما زلنا حتى هذه اللحظة بنتغنى ونتغنى ونتغنى بيها وبتفاصيلها. شخصية النهاردة واحد فتوة، شخصية النهاردة محارب، مقاتل، سياسي. شخصية النهاردة بنى وعمر وفكر وأنتج ونجح وبنى إمبراطورية عظيمة مترامية الأطراف. شخصية النهاردة كان تاجر تبغ جلس على عرش مصر.